يقول: ما هو الموقف الصحيح في التعامل مع الرافضة؟ وهل يجوز السلام عليهم إذا سلموا؟ وإذا رأى الرجل عليهم منكرا هل يغيره ابتداء أو يدعوهم إلى الإسلام؟ الواجب على المسلم الدعوة إلى الله عز وجل وبيان الحق، فإن قبلوا فالحمد لله، وإن لم يقبلوا فإنه تقوم الحجة عليهم وتبرأ ذمة المسلم الذي دعاهم إلى الله ونصحهم.